هذه المرة الرابعة خلال الأسبوعين الماضيين التي يتعمد فيها جيش الاحتلال بشكل مباشر استهداف نشطاء كتائب القسام بغارات جوية وقصف مدفعي لمواقع حماس العسكرية ونقاط رصدها على حدود القطاع، ما يجعل من جهود التهدئة التي ترعاها مصر والأمم المتحدة على المحك في ضوء مطالب ذوي شهداء القسام بالرد على هذه الجرائم الإسرائيلية. الجريمة الأخرى جريمة باستحق المعاقبة الاحتلال عليها، وهذا عدو غاشم، وهذا عدو فيش له أمان ولا في معاهدات ولا اتفاقيات ولا هدنة معها. بطلب من الفصائل أن ترد رد قاسي، لأنه هذا العدو بالفعش مع هدنة، هذا بالفعش للغة الدم. ورغم تأكيد الفصائل الفلسطينية في غزة على معادلة القصف بالقصف، إلا أن مراقبين استبعدوا أن تقوم حركة حماس بالرد على هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد بحق كوادرها العسكرية في ضوء المساعي الإسرائيلية الواضحة للضغط على حماس لتحسين شروط التفاوض حول التهدئة. لا أعتقد أن حركة حماس سترد. حركة حماس تعرف أن إسرائيل تريد أن تستخدم القوة العسكرية لاستكمال هذه المفاوضات، وبالتالي رد حركة حماس ممكن أن يعطي لإسرائيل مبرر لاستخدام هذه القوة. حركة حماس تقف عند موقفها بموضوع الأسرى، وبالتالي هذا أكثر شيء ممكن أن تفعله. أما عسكريا لا أعتقد أن حركة حماس يريد الرد وإزالة وهم الاحتلال عن أرضنا. أما حركة حماس التي حملت في بيان لها جيش الاحتلال تبعات تصعيده ومحاولاته لفرض وقائع جديدة على الأرض، أكد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية خلال لقاء وطني أقيم بمناسبة حضور وفدها القيادي من الخارج بأنها ستدرس كل الخيارات للتعامل مع كل التحديات والفرص. نحن أمام تطورات متسارعة سياسية وميدانية داخلية وخارجية، نتابع هذه التطورات ونتخذ من القرارات ما يرتقي إلى مستوى ما تحمله هذه التطورات من تحديات وفرص. تطورات ميدانية حرجة ودقيقة ترفع من مستوى القلق والترقب تجاه مستقبل الأوضاع داخل القطاع. بعد هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في حجمه وتوقيته، تقف الفصائل المسلحة في القطاع أمام امتحان دقيق في كيفية التعامل مع هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تسعى لتقويض جهود التهدئة ورفع الحصار التي ترعاها مصر والأمم المتحدة. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.